حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة بس جاءتني وأقولها لكم بما يرضي الله. كمان عندي موضوع شائك تاني في نادي الزمالك. النهاردة نشرت المواقع دعوة الصحفيين أعضاء الزمالك الدخول للنادي السبت. طب هو وقفهم تاني؟ صحفيين دول قيمة كبيرة أيها الموقوف. الصحفيين زملاء الأعزاء دول يتمنى أن يسلم عليهم أمثالك عن بعد. دول قيمة لهذا الوطن، ضمير الأمة. الصحفيين مش لعبة معاك، كل دقيقة توقف وكل. لا، الصحفيين أكبر من كده وأكبر مما تتخيل، ولا بد أن ننتصر للزملاء الصحفيين والإعلاميين. ده مش عزبتك، كل ما تقرأ لك كلمة مش على مزاجك توقف الصحفيين. الصحفيين بيجوا نادي الزمالك العظيم، ما بيجوش بيتك ولا ناديك، بيجوا للعظيم نادي الزمالك. لا تمتلك أنت ولا غيرك أن تمنعهم ما داموا أعضاء عاملين مسددين للاشتراكات، يعلمون ما لهم وما عليهم. كفاية عيب. كتب في المواقع اليوم أنه يعلن الصحفيين أعضاء نادي الزمالك عن غضبهم الشديد واستياءهم من قرارات المنع المتكررة من دخول النادي، والتي تتخذ دون سند من لائحة أو قانون، وإنما بمزاج شخصي من الموقوف الذي يضرب باللائحة والقانون عرض الحائط. مع وقوف الجهة الإدارية والوزارة وباقي مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون، موقف المتفرج مما يحدث. وأضاف الصحفيون خلال بيان أن ما يحدث من رئيس النادي الموقوف تجاوز كل القوانين والأعراف، فعضوية الصحفيين اكتسبوها وفقا للقانون. حضرتك ما بتمنش على حد، ولا يستطيع أحد المساس بمراكزهم القانونية، وبالتالي لم يعد من اللائق السكوت على تعدي الموقوف على القانون تجاه الصحفيين. وبناء عليه نعلن نحن الصحفيين من الأعضاء العاملين بالزمالك دخول النادي بشكل قانوني يوم السبت القادم في تمام الساعة 3:00 عصرا. وعلى الجهات المختصة من وزارة الشباب إلى مديرية أمن الجيزة وقسم العجوزة تحمل المسؤولية والتواجد لتمكين الزملاء من دخولهم النادي بالشكل القانوني اللائق. شايف عظمة الصحفي هو بيخاطب الناس في بيانه؟ شايف الرقي بيخاطب حتى مؤسسات الدولة بأدب؟ بعد إذنكم احنا جايين يوم السبت لنادي الزمالك، أرجو عمل الاحتياطات اللازمة لدخولنا بأمان. ما صدر من حقنا بقرارات الإيقاف أو لبعض الزملاء غير قانوني.